صباح الخير اخوان، اليوم تاخرنا عليكم بالنقل المباشر لكن صورناه بالفيديو، ان شاء الله خلال اليوم نعرضه عليكم. احنا اليوم في وادي اشتراك، وادي اشتراك غرب ارمينيا، وادي طوله تقريبا يتجاوز 90 كيلو متر، يجري فيه نهر ارساخ، منتجع سياحي جميل جدا بمستوى المواقع السياحية والمنتجعات الأخرى. راح نصور لكم فكم لقطة منها إن شاء الله ترضون به. هذا نهر خشخ وهذا وادي أشتراك. هنا عبارة عن مطعم هذا، لكن بصراحة لأنه بداية الربيع احنا المطعم نشوفه خالي، لكن خلال اسبوعين ثلاثة اسابيع اكثر شيء قبل بعد شهر اللي يريد يجي هنا لازم يكون يحجز حجز مسبق. يوميا اكو هنا قعدات سهرات حلوة، موجود كوتيجات غرف ايضا للايجار ليليا ما يتجاوز $50. ان شاء الله اصورها هذاك على حده ونعرض لكم اياها. هذا مطعم طبعا بالليل يبدي من الساعه 7 لغايه الساعه 12 بمسرح غناء موسيقى حوائل، مكان هادئ حلو جميل امن، يبعد عن يرفان حوالي 30-35 كيلو متر. احنا سبق وان عرضنا تقرير حول هذا المكان، اعتقد على يوتيوب تقدرون تلقوه على قناتنا مكتوب مطعم وادي اشتراك، اذا تدخلون على السايت مالنا على اليوتيوب تلقوا التقرير ايضا باللغة العربية. بداخل المطعم هذا موجود يشوفنا حوض ماء بها وزات بطات، هناك يشوف هذه الكابينات حولها ماء يسبحون به اسماك المشهوره في ارمينيا السمك الاميري او اشخاناتوك او السيجا، تقدر تختار السمك اللي تريده بالحجم اللي تريده ويصيدوه ويشولك اياه وتاكله بالف عافيه. على جهه اخرى موجود في القفص يتواجد ب 3 من الدببة، قبل شوية كنا يمه وصورناه، إن شاء الله بنعرض لكم إياه خلال اليوم. على الطرف الآخر قفص صغير يوجد فيه عدة غزلان، وقفص فيه دجاج وطيور، مو حديقة حيوانات لكن فشي حلو. هسه راح أدخل جوا أصور لكم الشقق أو الكابينات او الكوتيجات او الغرف مثل ما تريدون تسموها انتو حتى يكون عندكم فكرة عنها. هذا البالكون احنا كنا بيه، لا تستغربون مكان جميل جدا ونظيف واسعار مناسبة. هذه الصالة منضدة الطعام، عميوزة، دولاب، اير كونديشن، ثلاجة، هنا غرفة النوم، هذا خاص للعرسان. شوفوا هنا الحمام داخل الغرفة زجاجي، لكن الدخول للحمام يكون من هنا. هذا خاص للعرسان. هذا إيجار حاليا ما يتجاوز $50 الليلية لكن بدون إفطار.
يطل على النهر هذا، مكان هادئ جميل جدا. اللي يحب الهدوء خليه يتفضل يجي هناك.